مرحبا مرحبا بكم مرة أخرى، وصلنا لنهار الخميس، وصلنا للفقرة الخاصة بالأطفال اللي كانت مش موجودة معانا الخميس اللي فات بحكم أنه كان سبيسيال مولد. دونك رجعنا للعادة ورجعنا للتقليد، معانا بنريم زيانة تحفونا تنكتشفوها من بعد، هي بالأساس من عائلة فنية والشيء من مأتاه لا يستغرب، وكان قولوا زادا كان في المصاحبة متاحة سي وحيد الحثروبي. بونجور سافا، لاباس عليك؟ الحمد لله بخير. مرحبي. الحمد لله، بارك الله فيكم. الاستضافه هذه عايشك. مرحبا ومعك بنتك. اي بنتي ملك ملوكة. سلام. سافا اميره الصغيره. اميره الصغيره. كي نقولوا ملك الحثروبي ونقولوا وحيد الحثروبي، وين نجم ونمشي وكي نقولوا عائله فنيه؟ كواكوك انت 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 الاصل، وسمية أصغر منك. ما نجم نقولوا كان المطربة الجميلة سمية الحثروبي مما لا شك فيه. فهمنا توا منين جابت صوتها. خاطر أنا سمعت صوتك، صوتك مزيان برشا. دونك أنت كنت هوني لمصاحبة بنتك موسيقيا. للأسف الشديد تعرض العود للأضرار جسيمة من التنقلات، الله أعلم شنو الحكاية. مش مشكل المفيد. صحة لاباس، مش مشكل. صحة لاباس. دفع الله ما كان اعظم. وملوكة هاي موجودة معنا. وانت باش تغني شوية زادة مع ملوكة، خاطر انا شفتكم شفتك تغني محلى صوتك. نغني من زمان، نغني وناخذ جوائز وما شاء الله. يعني مسيرة ما شاء الله، يعني تبارك الله لاباس بها حفلة. جوستومون، دونك مرحبا بكم. نبداو باش تحبوا نبداو نسمعوا صوت ملوكة؟ أحسن من نستفتحوا به صلوا على طه الحبيب. أي. اللي هي من ألحاني أغنية جديدة. أي. عمرها شهر هكاكا، من كلمات محمد البريمي من مصر هو. أي. ومن ألحاني وغناء الأميرة الصغيرة. أنا سميها الأميرة الصغيرة ملك. بونجور يا ملك. رو بونجور. سافا سافا. أي باش سمعنا أغنية بوك حافظتها بدي بكدي. أي أنت محظوظة انك تغني من اغاني بوك. معناتها مش بو عنا مريم نور الدين بنت سي نور الدين الكحلاوي اللي هي كيف كيف غنيت من عند عبد نور الدين برشا غنيتها حلوين اخذته من عندهم. دونك انت شخذيت ملوكه اليوم؟ انا خذيت من عنده صلوا على طه الحبيب. وفي 10 سنين في 10 ايش معناتها؟ في 10 سنين هي اغنيه جميله من بعد تسمعها، موضوعها شيق وجميل. اوكي يعني تسمعهم بعد قصيره. تسمعهم بعد ان شاء الله. نبدأ في صلوا على طه الحبيب. صلوا على طه الحبيب. يلا صلوا على طه الحبيب، هداية لكل زمان. صلوا على طه الحبيب، هداية لكل زمان. بنور وجهه الكريم محمد نور الأكوان. بنور وجهه الكريم محمد نور الأكوان. هو رحمة للعالمين، هو شفيعنا ليوم الدين. هو رحمة للعالمين، هو شفيعنا ليوم الدين. هو خير المرسلين، هو السنة والقرآن. هو خير المرسلين، هو السنة والقرآن. صلوا على طه الحبيب قبل ما يأنس ويشرف. كانت الدنيا ظلام، ما حد ظلم من الدنيا ما لها أمن وسلام. بحلمه الحليم قرآنه العظيم، بحلمه الحليم قرآنه العظيم. هو رؤوف ورحيم، هو مسك الختام. هو رؤوف ورحيم، هو مسك الختام. صلوا على طه الحبيب، صلوا على طه. صلوا وزيدوا كمان بصلاته، حتشوفوا خير بزيادة وتحليفوا بحياته. بشفعته نخش الجنة ونفوز بنعمها ونتهنى. والعاصي لو تبي يتمنى يرجع ويعد حساباته. صلوا على طه الحبيب، صلوا صلوا على ياسين رسول السلام. أحمد كاحل العين المظلل بالغمام. الغزل قالوا ناداه حبيبي يا رسول الله. والعنكبوت ناس شعل غار والحامة رفع السلام.
صلوا على طه الحبيب، صلوا على المصطفى، صلوا كثروا السلام عليه. الجذع يلح عنه بكى والحصى سبح بايديه. صلوا على المصطفى، صلوا كثروا السلام عليه. الجذع يلح عنه بكى والحصى سبح بايديه. القمر شافه غر منه، والترع الشجر غناله، نور على يمينه وشماله، والمولى تجلى عليه. صلوا على طه الحبيب، صلوا على خير الورى، اول مقام علي جاله الوحي من السماء، كان عند الاله غالي. صلوا على خير الورى، اول مقام علي جاله الوحي من السماء، كان عند الاله غالي. نبينا غير كل البشر، هو النبي المنتظر، نبينا غير كل البشر، هو النبي المنتظر. لوله ما كان شمس وقمر، لوله ما كانت اوصالي. صلوا على طه الحبيب، صلوا على طه الحبيب، هداية لكل زمان. صلوا على طه الحبيب، هداية لكل زمان، بنور وجهه الكريم محمد نور الأكوان، بنور وجهه الكريم محمد نور الأكوان. محمد نور الأكوان. وفي في الأسبوع بتاع المولد النبوي الشريف، يعطيك الصحة مليك، محليك محليهم الكلمات، قلت لي لشاعر مصري، كلمات محمد البريمي من مصر، ولا ومن ألحانك، من ألحاني، فوالا. يعطيك الصحة ملوكة، محليك، متأثرة مع من عمتك سمية الحثروبي؟ أي تسمع صوتها؟ أي شنو تحس كي تسمع صوتها؟ منعرفش، تعجب تعجبني. أي تحس أنه ماذا بيك توصل لك الطبقات هذوكم بتاع سمية؟ أي أي كيفاش كنتوا قبل ما تعرس سمية؟ ما أنت كنتوا تتنافسوا في الأصوات في الدار. والله شفت سمية، شفتها وملاك. أي سمية كانت هكا يعني، أنا كانت تصر مني خطر، فبيناتنا فرق متاع تقريبا 12 سنة تقريبا هكا. آه معناتها كنت شفتها وملاك هكا، كنت أنا سمية هكا يعني، نمشي نمشي للتلفزة، يا ما مشيت للتلفزة مرات بلا حساب يعني. في وقت من الأوقات كنت نمشي ياسر، في وقت من الأوقات وجوائز وكذا، كنت نهز معي سمية كيما نشوف هكا مره اثنين ثلاثه، اذاعه صحافه منها وكذا، عرفت بها يعني. انت جستما كي نقول لك توا شنو الفرق بين سميه وبين ملاك في البدايات؟ في البدايه بالنسبه للملاك، بحكم عندي توا سنوات، قررت باش ناخذ الطريق نتاع يعني باش نغني، ننتقل نولي صعيب اكثر في انتقاء الاغاني. أي. انا يعرفوني من زمان يعني نغني كالاغاني يعني مستوى رقي نتاع الكلمات، لكن وليت حريص ياسر، وعندي ميل كبير حكم يعني ميل كبير للاغاني الدينيه، في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، اسماء الله الحسنى والاذان، ندن في الجامعه هذه، مش يعني نعم في اشهار نفسي ولا حاجه، يحصل لي الشرف كون ندن في الجامعه. وليت نغني ياسي على القضية الفلسطينية، على الأم، على الأب، على الوطن، وليت الملتزمة هي هي عماني. نفس الشيء بقات روحها زادة يعني ماشي في الثنية هذيك، لكن تغني لو تغني شتي، تسمع شتي الحلوة دي تكويتو ما قلت تحيت، تغني وتغني في نفس الوقت يعني الأغاني الدينية. اللي سمية بدات بالشرقي والتونسي أكثر وتربيها سمية. أي مشات في الثنية هذيك نتاع ياسر عاطفي، برشا عاطفي، حتى اللي تغنيوا فيهم توما عاطفي. أي أي طبعاً عاطفي، معناتها أكبر طبعاً من روحانيات اللي تجاه الرسول، ما فماش أكبر من نحن في حاجة هذيا. هيك نسمعوا حاجة من عندك وحيد ومن عند الملاك. باهي نقول حاجة، ناخذ الميكرو. أي والله ما طلعت شمس ولا غربت، والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وذكرك مقرون، مقرون
بأنفاسي ولا شربت لذيذ الماء من ظمأ ولا شربت لذيذ الماء ولا شربت لذيذ الماء من ظمأ إلا رأيت إلا رأيت إلا رأيت إلا رأيت إلا رأيت خيالا منك في الكاس. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله داع ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع مرحبا يا خير داع. أنت والله يا محمد أنت مفتاح الصدور أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت نور فوق نور. الله 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 وانتوما نورتونا ونورتوا نهارك زين بهذا الصوت الجميل الصوت الملائكي. ان شاء الله تكون عندنا فقره سينيور نكتشفوا هكا زيد المواهب ما نجمش نقول موهبه بون موهبه كبيره اوكي هوايه كبيره لكن بروفيسيوناليزم اكبر استاذ موسيقى ومطرب محترف فوالا انا كي نقول موهبه انا نفتخر اني انا موهوبه اي وديما نتعلم رغم 25 سنه تجربه لكن ما تنجمش تدوم في الدومين هذا اذا ما تكونش بالاساس موهوب اي أكيد. وحب ما تعمل وتعمل ما تحب عطا رباني هذا الحمد لله هذا فضل الله الحمد لله ما شاء الله عليكم. نسمع ملك في حاجة أخرى اللي هي تختارها 10 سنين ملك هكا ولا لي عمرك 10 سنين 10 سنين قبيلة وين وانت تغني وين نخمم قلت سمية توا ملك العقبة البنت ملك نفس الباركور هكاك تبدا ملك ديجا وين ستار معني عرفت وانت كيف كيف مع وان شاء الله نشوفوها في ديو مع سمية الحثروبي فرصة سعيدة وفكرة مزيانة يا سمية كان قاعدة تسمع بونجور وشنخوي الموسكو سافا الحمد لله على سلامتو دونك نسمعوا حاجة نسمعوا شو تحب نسمعوا سمعنا بليتو الحلوة دي ولا شتي ما عرفش عليك اللي تحب بيه الحلوة دي حلوة دي تقول حلوة دي اه الحلوة دي قامت تعجن في البدرية الحلوة دي قامت تعجن في البدرية والديك بيذن كوكو كوكو في الفجرية يلا بينا على باب الله يا صنايعية يجعل صباحك صباح الخير يا استعطية الحلوة دي قامت تعجن
وديك بيذن كوكو كوكو في الفجرية. يلا بنا على باب الله يا صنايعية، يجعل صباحك صباح الخير استعطية. صباح الصباح فتح يا عليم، والجيب ما فيه شي ولا مليم، بس المزاج رايق وسليم. باب الامل بابك يا رحيم، ده الصبر طيب عال ويغير الاحوال. ده الصبر طيب عال ويغير الاحوال، يلي معاك المال برضو الفقير له رب كريم، برضو الفقير له رب كريم. يا ربي كريم وحنين يا ربي، ونشوفك احلى مطربه في العالم العربي الكل، والحلوه دي متعتنا بصوتها. ملك الحثروبي، سي وحيد الحثروبي، شنو جديدك؟ وين نجمو نلقاوك؟ وين نجمو نجيو نقراو عندك؟ والله انا نشط ياسر على الفيسبوك ديما، سواء كان وحدي نعمل وحدي ديريكت وحدي ولا انا وملك. الحمد لله قاعد ثم ألحان جديدة، هذه اللحن هذي، وثم ألحان أخرى إن شاء الله كان قاعدنا حيين في استضافة أخرى تسمو جديد، كان جديدي أنا بصوتي أنا وعلى بصوت ملاك الأمير، أميرتي الصغيرة. يا ربي فضل ثلاثة بنات، وهذا فضل ربي سبحانه وتعالى. وعندك بنية أخرى، أخو البنات وأبو البنات، هو العود. العود هذاك اليوم دفع الله كان أعظم اليوم. كل لباس إن شاء الله قدرة ربي، لباس ربي معانا عايشة. كانت هذه فقرة الأطفال بمشاركة الملوكة الحثروبي سي وحيد الحثروبي. شكرا على الحضور، شكرا على الأناقة، شكرا على الجمال، وشكرا على الطرف. سمحت لي نقدم تحيه لامي بابا، امي بابا طبعا، اخواتي وزوجتي، وزينب اللي قاعده، زينب بنتي اللي تجبد لها في شعرها تبارك الله، هي اخت تجميل، هي اللي هي بها اختي، عملت لها لمسات هنا ما قصرتش. قول لي لازمك تقدم لي تحيه، راني حابين نور، زاد نور موجود بنتي. هذه شونتاج تسمى مالك، رد بالك، رد بالك، يعمل لك شونتاج كذلك. نور الوجود زاد بنتي، زاد نور الوجود، وزينب نور الوجود، ربي فضلهم لك. زوجتي إيمان أصواتهم زينة كما ملايكة. زينب زادت تبارك الله، بسم الله ما شاء الله، ستيل آخر وحاجة أخرى زاد. كل واحدة عندها طبع خاص، كل واحدة عندها البسمة نتاعها يعني، دوك ما نخافش عليها ان شاء الله. ان شاء الله نشوفوهم كل مره تجيب حذنا واحده من البنات بقدره ربي، بكل سرور. عايشك، نمشيو الفاصل ونواصل بقدره الاله.